نعم، تفضلت المحكمة مشكورة بإعطائنا الكلمة. أنا شخصيا الذي أؤازر السيد توفيق بوعشرين بمعية مجموعة من الزملاء، لذلك استهليت مداخلتي بالشكر للهيئة الموقرة، وهذا واجب على الوقت اللي ولات لهذا الملف وعلى تعاملها مع هيئة الدفاع على اختلاف مشاربها. وشكرت كذلك السيد الوكيل العام على المجهود الكبير الذي قام به، وزميلتي وزملائي في الضفتين معا، لأنه ما كان يجري في قاعة المحكمة أو داخل قاعة المحكمة كان نابع من إيمان كل جهة معينة بعدالة قضيتها، وهذا ليس فيه أبدا أي تقليل من الهيئة القضائية أبدا. نحن نحترمها كثيرا كما هي تحترمنا، وهو احترام متبادل، وهذا معروف على هيئة الدفاع وهيئة القضاء، لأننا صنوان لأم واحدة سميتها العدالة، ونحن تنقلب دائما على الحقيقة وعلى العدالة. بعد ذلك تناولت الكلمة في الموضوع، وابتدأتها باستفهامات وأنهيتها باستفهامات، وعلى المحكمة حين تختلي المداولة في هذه القضية أن تجيب على كل هذه التساؤلات لأنها وجيهة. أولا، كيف للنيابة العامة أن تعتمد على شكاية مجهولة، شكاية مجهولة بدون مرفقات، فيها كلام فقط يعوزه الدليل المادي، وتبعث فيها أو تبعثها إلى الفرقة الوطنية، هذا الجهاز المهم في بلادنا، هذا الجهاز الذي نكن له كل التقدير والاحترام على المجهودات التي يبذلونها الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا الجهاز. توضعات في 16 جوج 2018، وتحالت عليهم في نفس النهار، علما أن كاينين شكايات اللي كاينين في المحاكم مازالين لسنوات وما تحالوش حتى للدائرة، فبالأحرى للفرقة الوطنية التي تعهد لها مهام جسام في مشاكل وقضايا خطيرة جدا تهم وطننا الحبيب. 18 جوج و22 جوج، تيجيو جوج ديال الشكايات معلومين هذه المرة، لكن أعرج دائما على الشكاية المجهولة، وطرحت سؤال: شكاية مجهولة إذا ما معروفش مولاها، خص تكون جات عن طريق البريد، وإذا جات عن طريق البريد خص يكون في ملف المحكمة الظرف فاش جات، ما كاينش هاد الظرف، وإذا جات وتوضعات في كتابة الضبط، كاتب الضبط ديال النيابة العامة لا يمكن بالمطلق أن يتسلمها بدون أخذ المعلومات عن الشخص الذي وضعها. في 16 شكاية مجهولة، 18 الشكاية أو 18 تماما فبراير، و 22 فبراير تيجيو جوج ديال الشكايات هذه المرة معلومين، هما اللي هم تيقولوا نفس الكلام اللي في الشكاية المجهولة، الخط اللي مغير. تيتحالوا كذلك على الفرقة الوطنية. الفرقة الوطنية بناء على التعليمات ديال السيد الوكيل العام المحترم قامت بالأبحاث ديالها، التفتيش والتحري والبحث، كانت هذه هي التعليمات الصادرة عن السيد الوكيل العام المحترم. لما داروا
التفتيش ديالهم الفرقة الوطنية، المحضر ديال التفتيش والحجز والتحري لم يوقعه السيد توفيق بوعشرين، وهذا ما قلته لي المحكمة. أنا تنتكلم معكم بالنقاط اللي تكلمت بها مع المحكمة. إذن هذا هو المنطلق ديال القضية، هو التفتيش والبحث والحجز والتحري، ما وقعوش المؤازر ديالي السيد توفيق بوعشرين. وحيث ما وقعوش أصبح بالنسبة لي أنا شخصيا محضر الضابطة القضائية، المحرر من طرف الفرقة الوطنية هو والعدم سيان، لأن الخطوة الأولى لم يعترف بها مؤازري. وهنا غنفتح قوس وغنقول لكم بأن جميع الدفاع بما فيه حتى دفاع السيد توفيق بوعشرين اللي سبقوني تناولوا محضر الضابطة القضائية وكأنه قرآن منزل، ولكن في حقيقة الأمر محاضر الضابطة القضائية في الجنايات تعتبر معلومة، معلومة فقط كتوطئة كأرضية تيأخذ بها القاضي باش يستهل المناقشة ديال الملف، على عكس الجناح اللي محاضر الضابطة القضائية 290 يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها. أما في الجنايات هي مجرد بيان 291. إذن لماذا طرحت السؤال التركيز على محضر الضابطة القضائية وحنا في الجنايات؟ المعول عليه هو ما راجع أمام هيئة الحكم من مناقشات حضوريا وشفاهيا، ماشي محضر الضابطة القضائية، هذا من جهة. فما بالكم أن محضر الضابطة القضائية مؤازري لا يعترف به ولا يعترف بمحضر الحجز والتفتيش والانتقال والتحري، لم يعترف به بدليل أنه لم يوقع. هذا جانب. تكلمنا على الظروف والملابسات ديال هذه القضية هذه اللي جات في واحد السياق معين ديال احكام صدرات في اطار قانون الصحافه على السيد توفيق بوعشرين، ومباشره من بعدها تفتحات هذه القضيه اللي تيقولوا المشتكيات بين مزدوجتين تعود الى سنوات 2015 2016 2017. فين كانوا هذا الوقت كله حتى تحكموا شي ملفات تتعني شي ناس اخرين؟ علاش هاد المده كلها؟ علاش بالضبط في نفس الاسبوع اللي تحكم فيه الملف ديال الصحافه؟ تفسير الواضحات من المفضحات. ما نزيدش نكمل وما نزيدش نوسع في هاد النقطه هذه. تكلمت على المشتكيات بين قوسين وقلت بأنه ثلاث شكايات، وحده مجهولة وجوج معلومين. ولما تحرات الضابطة القضائية الفرقة الوطنية في هذا الإطار ديال الشكايات بثلاثة، تبين بأنها شكايات ماشي قوية، وهذا اللي جعلها تبحث على مشتكيات أخريات. تبحث ماشي على مشتكيات أخريات، بحقيقة تبحث على نسوة أخريات يمكن أن يدلينا بتصريح يعضد الشكايات الثلاث. فجاءت بمشتكيات بمصرحات أخريات، تحولنا بقدرة قادر إلى مشتكيات، ومن مشتكيات إلى مطالبات بالحق المدني. أستاذ، أثرتم قضية منظمة هيومن رايتس ما تزربش شويه يعني جاي ما تزربش شويه يعني. إذن هاد النسوه اللي جابتهم الضابطه القضائيه هما اللي عطاو نوع من الى بغيتوا تقولوا من المصداقيه لتلك الشكايات التي كان يعوزها الدليل حسب رأيهم. ولكن في رأينا لا الشكايات
ولا المشتكيات اللواتي تم الاتيان بهن لم يقدموا أي إضافة. تكلمت كذلك على المحجوزات. المحجوزات اللي فيها كاميرا ودي في ار وميكرو ماشي كيف قالوا جوج كاميرات، كانت يحسب الضابطة القضائية بأن هذاك الميكرو تا هو كاميرا، ولكن في واقع الحال هو أنه ميكرو. وحجزوا كذلك راديو تسمع فيه الأخبار والموسيقى والرياضة، راديو. وحجزوا كذلك ريسبتور ديال البارابول. أنا ما فهمتش علاش هذا الراديو والريسبتور تا هما جابوهم، ما تيلقطوا صور، ما تيسمعوا أصوات، ما تيديروا حتى شي حاجة، علاش بالضبط؟ ولكن بان بأنه خصهم يجيبوا كل شيء، ولكن اللي مهم جدا ما جابوش هي واحد الكنبة اللي قيل أنها فوقها تمارس الأعمال أو الأفعال الجنسية. هذيك الكنبة أنا تعمدت نقول لهم كانت ديال الثوب ومن بعد ولات ديال الجلد، ولكن طاحوا في الفخ الدفاع ديال المشتكيات بين قوسين، بغاو يصحوا ليا وقالوا لي لا راه كانت ديال الجلد ولات ديال الثوب. قلت لهم شكرا. اذا اللي كاين في المكتب ديال السيد توفيق بوعشرين كنبة ديال الثوب، وهذاك الثوب بحال المبرى، وهذاك الثوب تيلتقط الشعر، اظافر، اسمحوا لي سائل مناوي، تيطبع ماشي بحال الجلد تتمسحو. اذا لا بيس ا كونفيكسيون المهمه جدا هي الكنبه، وتمشي للمختبر ويدار عليها تحليل ديال الحمض المناوي، ودار عليها خبرة، ويجبدوا منها العجب، ويورطوا ديك الساعة ويقولوا شوف هاد الشيء اللي تيقولوا هاد الضحايا بين مزدوجتين، دائما تنقولها من نهار جيت لهذا الملف، دائما عندي شك فيهم، هاد الضحايا الكلام ديالهم صحيح، بدليل هذه الشعرة ديال فلانة، وهذا شي حاجة من الذات ديال فلانة، وهذه شي حاجه خارجه من الصلب ديالك انت السيد توفيق بوعشرين. اذا هذا الشيء الا انت تتنكروا كيفاش جا لهذ الكنبه؟ ما جابوش الكنبه، خلاوها في المكتب، وجابوا شي حاجه اللي لا تمت الواقع باي صله، واللي تينكرها المؤازر ديالي جمله وتفصيله، وتقول ماشي ديالي وما عمرني شريتها وما تنعرفهاش. علاش؟ جاو عنده المكتب، لقاوه في باب ديال العماره، قدموا له نفسهم وقالوا ليه بغينا نديروا تفتيش عندك في المكتب، قال لهم تفضلوا. معناه ان الكاميرات مثبته او الكاميرا مثبته وتشتغل. ملي دخلات الفرقه الوطنيه للمكتب ديالو خاصها تلتقط الصور ديال الضباط دخلوا للمكتب ديالو، ما كاينش هذا الفيديو. إلا بغاو يخليونا نصدقوا بأن هذيك الكاميرا كانت مثبتة في المكتب، خصها يكون فيديو فيه الضباط دخلوا المكتب ديال توفيق بوعشرين، ما كاينش هذا الفيديو. وملي خداو هاد الكاميرات من بعد ما مشى دار جولة بهم توفيق بوعشرين في المكتب، ورجعوا للمكتب ديالو لقاو خمسة ديال الضباط في المكتب ديالو حاملين المحجوز في يديهم. خداو المحجوز وحالوه على المختبر الوطني للشرطه القضائيه الدار البيضاء باش يفرغ هذوك الفيديوهات. ملي تفرغوا ما كاينش الفيديو، الا كانت الامانه والصدق خاص يكون حتى الفيديو ديال حنا جينا في اطار مهمه بامر من السيد الوكيل العام، جينا دخلنا ها حنا كاينين في الفيديو، ها الكاميرا تتصور، ما كاينش. كل كاميرا متحكم فيها استاذ؟ لا امبوسيبل، ما يمكنش، ما يمكنش.
حيت هذاك النوع ديال الكاميرا ما تيمكن تشتغل الا من بعد يدوز من حداها شي حد، بحال ملي تتكون داخل شي عماره وتيشعل الضو بوحدو، هذاك هو النوع ديال الكاميرا. ملي ما تيكون حد راها متوقفة، ولكن ملي تيكون حد في المكتب تشتغل تشتغل تصور، وهذا هو الدور ديالها. الا دخل سارق لهذاك المكتب وبغى يسرق تتلتقطو، ما تتخدمش 24 ساعه على 24 ساعه اكيد، ولكن تتخدم في الحركه داخل المكتب، تديك لونشا وتتخدم.